لا نزل الماي سم يا اخي ترى بعض الاشياء يا طول عمرك تنازل او التغافل عن بعض الامور طال عمرك تراها والله انها من يعني من طيبك انت ومن لانك لا تحط الناس كلهم في مستوى واحد. ربما الانسان اللي قدامك عنده ظروف عنده طال عمرك يعني تفكيره يعني ما يرقى طال عمرك الا مع احترامنا لكل انسان ورايه. انا كان عندي دكان بيع وشراء وكذا وجاني زبون يا طويل العمر ويعني الحقيقة أنا الغلطان يعني في البداية وصلت إلى حد مشاجرة وكذا وبغى بعضنا يمد يد هذا وستر الله كان بيني أنا وياه طاولات فيها البضاعة وكذا ولكن لا ربما هو تكلم كلام جارح صراحة الله يعفو عنه عنه كان حي وكان ميت إيه والله الله يزيل. لما خرج من باب الدكان قال هيه شوف يا الأحمري والله أني فيك تخرب الرجال يقول والله اني فيك انت تضرب حساب 20 حساب تقول لربما انه طال عمرك يعني يا عمل لي هذا يجيني في غفله كل شيء توقعت يمكن يطلبك طلب ان ما تدري وش اي والله قال والله اني فيك يعني من غضب والله يا طال عمر الله يجيركم انت في وجه الله قولوا يا الله ما هذا الدوله ان الله يعزها وان الله يحفظها اللي اذا حط الرجال منا يده طال عمرك على جنبه هنا ما عاد يخاف الا من الله سبحانه وتعالى أم واستقرأ تعرف قال انقض مضجعي طار النوم من عيني صرت أضرب حساب هذا واللي ما يضرب حساب الرجال طال عمرك ترى يلحق ملا يا ولد لا ربما أنا هذا طال عمرك والرجال هذا زبون عابر وكذا ما أدري فين هو وكررها قال والله والله أني فيك وحلف يمين أنا لله وإنا إليه راجعون والله يا جماعة الخير قدام المعرض ذا اللي كان عند هذا فيه محل طال عمرك يظلون يجلسون فيه الشباب يشرب شاي ولا كذا ولا اشياء هذا ذاك اليوم عصريه كذا الساعه 5 يقول والله شفته راح مع الشارع ودخل المحل هذا يا ولد يعني اجابها الرجال اروح له كذا ما تدري ايش اللي فيه معاذ المهم يا ابو عبد الله ولا يهون ابو ثامر ولا هون الربع نفداهم اللي دخلت مع باب المقهى هذا طال عمرك اللي الرجال معطيني ظهره واللي هو يتقهوى وانا اجي من خلفه طال عمرك وانا امسك طال عمرك كذا واسلم على راسه وهذا والله يا جماعه الخير يعني تخبر الخايف ذا انا ذا من رده الفعل والله يا جماعه الخير اني طال عمرك لكن الخايف ذا وانا امسكه واجود الرجال واحط يدي على يديه عشان يديه لا يحركها لربما انه على باله ياخذ له السكين ولا مسدس اي والله والله المهم طال عمرك تكلم علي بكلام وفكني ولا ابغى اسلم عليه يصفع مني كذا قلت والله ما افكك انت الاحمري قلت اي والله الاحمري اللي فيك اللي فيك الكلام قلت بكلام بسيط المهم حتى انا قلت لعن الشيطان والله يا جماعه الخير انه ما هدا وكأنه ما هو معجب الكلام مع أنه والله اللي حصل بيني أنا وياه كلامه كان هو السبب فلما طال عمرك الرجال راضي ورضيت أنا وعرفت أنه خلاص هذا ارتحت لأنه طال عمرك الرجال طال عمرك ماخذ مني ماخذ وسار طال عمرك صرت خايف والله أني خايف في السيارة خايف في الطريق خايف في البيت خايف على الأولاد في المدرسة والرجال حلف يمين أني جايك والله ما اجيك الا من عند وجهك، شوف العباره يوم ما قال ما اجيك ما غدرك، والله ما اجيك الا من قدام وجهك. اعوذ بالله. فلذلك يا طويل العمر الناس طال عمرك لربما انه طال عمرك عنده ظروف ولا شيء يعني طال عمرك عنده انفصام في الشخصيه ولا عنده امراض لا سمح الله هذا، فانت حاول طال عمرك والتوفيق بيد الله سبحانه. ونعم بالله. شوف يقول طال عمرك من قال انا عوق الرجال يعاق. واللي دائما ما يحسب حساب الرجاجيل ما يحسب حسابه ارجل حسب